اقول لك على ذكر واحد احسن من انك تقعد 24 ساعه تذكر ربنا. ايه ده يا رسول الله، ايه الذكر الجبار ده؟ خصوصا قال له اسمعي معايا بقى، احفظ معايا، انا عايز كل واحد منكم يحفظ، يكتب في التعليقات عشان الناس كلها تحفظ، عشان الدنيا كلها تحفظ. اسمعوا الذكر ده بقى اللي مقسوم نصين: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد على ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، والحمد لله. شوفوا بقى نفس اللي قلنا سبحان الله، والحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، الحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء.